عسلامه. عسلامه. لاباس؟ لاباس عليك؟ الحمد لله لاباس. دي قدم لي روحك. انا خوله جزائريه اما نسكن في تونس. مرحبا بك وتحيه لاشقاء الجزائريين. انت جزائريه تونسيه خاطرك متزوجه بتونسي؟ ها متزوجه بتونسي. ايش عندك متزوجه؟ عندي 7 سنين. ها عايشه في تونس؟ عايشه في تونس. كيفاش تعرفت على التونسي؟ والله صدفه ومكتوب. اكيد مكتوب. جوست احكي لنا هكا على الصدفه نتاعك. والله صدفه جبنا جبت خويا ندوي فيه هوني في تونس انا واهلي، تعرفنا ذيك الحكايه جت مع بعضها تنسقت فهمت، ومع المكتوب راه يجي كل شيء في ساعه في ساعه. اكيد. اول ما خديت اول ما تزوجت التونسي هكا عائلتك في الجزائر ما قالوا لكش ليه وبنتنا وباش تبعد علينا؟ احنا شعب الجزائر واهلي في الجزائر نحبوا تونس برشا ونحسوهم مشغول خاوه مع بعضنا فهمت. ساعات البو ولا الام ماذا بيه بنته ما تمشيش لولايه اخرى تسكن؟ تظلي فايده في لهنا برك، المهم واحد يتهنى تمشي حتى لاي بلاصه في العالم ما يهمش. ما كانوش تمشي كي متهنيه؟ ما كانوش كونتخ العلاقه نتاعك مع التونس؟ ما فيها حتى مشكل نورمال. ها وهنا عايشين والحمد لله يا ربي. اما تو تحسي في تونس وين الدنيا صعبت ياسر ياسر فهمت، صعبت من ناحيه المعيشه ياسر من ناحيه كل شيء. اما ما يصيرش هاي الجزائر تعطي في الاعانات لتونس وانا خاوه مع بعضنا. خاوه خاوه احنا خاوه خاوه من الحاجه هذه ما فيها حتى اشكاليه. مو افرش تلقى ما تتغطى او احسن حاجه. ما كيفاش تكون العلاقه ما بين التونسي والجزائري؟ كيفاه معناها ما بين علاقة الشعب ولا العلاقة الرؤساء مع بعضهم؟ ليه انت والتونسي ما بين الجزائرية والتونسي معناها علاقة زواجك؟ في العادات والتقاليد. كل وهي هوني ذات في تونس كل ولاية وعاداتها وتقاليد. أكيد. حتى زوز دول. زوز دول، احنا في الجزائر معناها نقولوا عندنا حاجات متعصبين فيها شوي، في تونس عندكم هنا حاجات محلولة فيها شوي. كيفاش؟ أعطينا كيفاش؟ كيفاه؟ عندكم المرأة هوني تخدم كل شيء. احنا عندنا غادي تزاير لا المرأة مناضلة المرأة في تونس برشا تعبة كل شيء عندكم المرأة مسيكنة تعاني برشا. اما احنا غادي في تزاير حق ما نكذبش عليك صراحة رجالنا يخدموا على نساهم برشا. حتى في تونس الرجال تخدم على نساء اما ما همش ما نجموش معناها خرجت المرأة تعاون في رجلها برشا. انتم تقبلوا رجالكم يقبلوا نساهم تخدم عليهم. كيفاش؟ معناها انت الراجل يقبل هو قاعد ومرته تمشي تخدم عليه. بنسبة قليلة برشا. لا بنسبة كبيرة برشا توليت. كل واحد ولونطوراج اللي عاش فيه. هو الراجل حتى يخدمه يحب حتى مرته تخدمه وتجيب له. كان هو مش قادر معناها يوفر كل شيء تخرج هي تعاونه نورمال. ما تخدميش. يقول لك انا راجل وانا نخدم على مرتي. واللي هي ناقصه برشا حاجات هكاك نظرا للظروف اللي احنا عايشينها في تونس. هكا في الجزائر هكا عندنا النظريه هذه وين برشا. ماناش نفس الظروف احنا والجزائر. انا قلت لك العادات والتقاليد تختلف الحكايه هذه وين؟ ما يهموش مرته تخدم تلمد باب هي الخدمه ما فيها خدمه نهار ما فيها عار فهمت؟ اما فما حاجات ان المراه ما تنجمش تخدمها صراحه. حتى تكون الظروف صعيبه ما انا ما نجمش نخدمها صراحه فهمت؟ لازم هو يخدم يجيب لي. هذاك الشر عربي واش يقول وهو زاد بدا يخدم 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 مش قادر يوفر كل شيء لعائلته. علاش احنا لا لازمنا حتى احنا نقصوا على روحنا برشا حاجات. انا برشا حاجات منقصين عليها برشا. باش نعمل؟ المراه تحب تخرج تخدم باش توفر روحها كل شيء. لا واش توفر؟ توفر روحها معناها تحب حجامة تحب حمام تحب كل شيء تحب تلبس. معناها هذوما مكلفين برشا معناها. مش يوفروا لها. اما شنو تعمل هي؟ تقعد ما تلهاش بروحها؟ لا تلها بروحها ما في انا النظريه هذه بعيده عليها برشا فهمت؟ ان الراجل لازم يخدم على المراه يخدم عليها ويجيب لها. ايوه والمراه اللي قرات ووصلت وعندها احلام وطموحات شنو تعمل؟ انت قلت لها الحكايه قرات وعملت وهذه خدمه باهي، اما باش يخلي مرته تمشي تخدم في بار في قهوه ما عندناش احنا غادي في الجزائر ما يخدموش. الراجل يقول لك انا راجل نخدم على مرتي. اما فما برشا نساء في الجزائر تخدم. تخدم اما تخدم في خدمه محترمه. ولا بالحق تخدم خدمه محترمه مش ما عندناش غادي يلموا في الدبابز ما عندناش غادي نساء تسكن في تخدم في الروت برا. مع احترامنا اللي يلموا في الدبابز الكل خاطر ما وصلت معناها امراه تلم في الدبابز كان ما مضطره معناها وتصرف على صغرها ولا راجلها متوفي ولا اي حكايه. والله لاني ضد هالحكايه جمله اما نحكي لك على المعيشه كش صعبه هنا في تونس برشا فهمت؟ معناها كل الرئيس يخفف شويه عليهم برشا صعبه برشا ضغط كل شيء يغلوا فيه. تو كيما واحده باش تقري زوج اولاد ثلاثة اولاد تبطل وتقول لك هذا نخلط على هذا هذا الكراسه وعاد اقل واحد 3000 شو ينجم الواحد معايا ينجم شيء ان شاء الله ربي يصبرنا. نخرج شويه هكا على المقارنات ما بين تونس والجزائر. سينو تعلمت شويه طيب تونسي ولا؟ ها
تعلمت ماكلة تونسية طيب طيب بالقدا بالقدا طيب ماكلة تونسية. شكون علمك حماتك؟ والله مش حماتي، عندي صحباتي علموني، حماتي علمتني في الكسكسي، كسكسي به ها كسكسي قروان به. خذيت راجل قروي. قروي كسكسي به وتعلمت زاد انا من قبل نطيبوا في الجزائر، ما مش كيفكم انتم ما نطيبوش الحار احنا. احنا وياكم ممكن حاجه اللي تختلف هي الحار. هي الحار والحموريه برشا. احنا ما طيبوش حار برشا، واما انتم طيبوا حار برشا وحروريه برشا برشا زاد. كل واحد كيفاش يحب، فما شكون يحب حار فما شكون يحب لي في تونس. انتم حتى ماكلتكم ماكله كلها كل على بعضها حاره. ممكن انتم تحسوها حاره شويه. لا على خاطر احنا في الجزائر ما ناكلوش الحار، ناكلوا لازع ناكلوا شيء احمر شوي، فهمت؟ والماكله التونسيه زاد بنينه محلاه محلتها نحبها برشا. يعني احسن حاجه كعجبتك في ماكلتنا؟ احسن حاجه نحبها برشا برشا نحب الكسكسي. كسكسي مع الرايب. هذا كسكسي مع الرايب طيبه لي صاحبتي هنده. بنين يهبل. وزاد نمشي الجميله طيب لي مقرونه بنينتها تهبل. هذوما صاحبتك في تونس؟ في تونس. هذا متعشرت انا وياهم هوني في تونس من اللي جيت. بخير. هي علاقتك بهم هكا صاحبتك التوانسه؟ ريتي انا توعد لي انا وياهم 7 سنين مش علاقه، انا تو نحسهم خاوتي كيما جميله نحسها اختي وصاحبتي وروحي وهنده زاده وعندي زاده ريم، فهمت؟ معناها وكلهم اكبر مني راه انا اصغر منهم، معناها نحبهم برشا برشا والحق يعاشروا التوانسه ومحلاهم. واللي باش ياخذ نظريه خايبه على التوانسه راه غلط فيها الحكايه هذه بين، بالحق انتم تعاشروا وتحبوا الناس وتعاونوهم، والحق انا جيت 10 سنين في تونس ريت كل شيء محلاهم. احنا هوني في تونس عرفنا نتصرفوا على طبيعتنا كي ما نخبيوش حاجات، كل شيء بالمكشوف، مانيش منافقين، حاسينوا كل شيء في الظهر قدام الناس الكل. لا لا والله الحق ما احلاهم التوانسه هوني، انا عاشرت وشفت وفما حاجه نقولها للناس الكل، ان فما الباهي والخايب في كل بلاصه، هم خاوه في بعضهم، فهم الباهي وفهم الخايب، فهمت؟ النظريه هذه نحا على التوانسه شوي. خلي لك كلمه الختام. كلمة الختام وش باش نختم؟ إن شاء الله ربي يستر الناس الكل، وإن شاء الله ربي يحمي البلدان زاد العربية كل، وإن شاء الله ربي ينزل علينا رحمته. آمين. شكرا. عايشك.